هذه السهرة مناسبة تامة لمزيد تعزيز علاقات الشراكة والتعاون الطيبة الطائمة بين بلدينا، والتي نحرص دوما على تمكينها من خلال تنظيم تلك هذه التهضرات. نخصص وسائل الاعلام التركيه مساحات اكبر للتعريف بتونس ومعالمها كوجهه اساسيه للسياحه الثقافيه المشتركه، لا سيما وان تركيا كانت من اكثر المساندين والحكومه التركيه بعد ثوره 14 ذنبي 2011 ثوره الكرامه، إذ جعلت سنة السياحة التونسية تحت شعار اليوم وقت السياحة إلى تونس، ونشكرها بكل ما تقدمه من جهد لإنجاح هذا الانتقال الديمقراطي الذي نعيشه في بلدنا العزيز تونس. كما أشدد في هذه المناسبة حرصنا الثابت على تنمية التدفق السياحي بين بلدينا، مع التذكير وأن تركيا تستقطب 30,000 سائح تونسي سنويا، في حين أن عدد سياح الأتراك الذين يزورون تونس لا يتجاوز للأسف 11,000 سائح هذه السنة. ونحن مدعوون إلى تكثيف البرامج الترويجية للسوق السياحية التركية التونسية، ولهذا الغرض أعلن على حضراتكم أنه تقرر فتح ممثلية للسياحة التونسية في اسطنبول. كما لا يفوتني بهذه المناسبة دعوة مهنيين البلدين وحثهم على إرسال شراكة فاعلة من خلال تسويق مسالك سياحية مشتركة، ومن خلال التدعيم الاستثمار من جهتين. وأود في ختام هذه الكلمة أن أتوجه بالشكر لكل من ساهم في تنظيم وإنجاح هذا الحفل وهذا العشاء. سهرة طيبة للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.